السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخباركم ايه؟ النهاردة هنعمل حلقة على الالعاب شهر نوفمبر. اول لعبة معانا هي ماريو اند سونيك ات ذا اولمبيك جيمز طوكيو 2020. اللعبة كرتون قوي من شركة سيجا. طبع اللعبة هي رياضة بمناسبة اولمبياد طوكيو 2020 في الصيف ان شاء الله. لعبة ممتعة ومسلية جدا من شركة نينتندو. جمعين شخصيات سونيك وماريو من العوالم بتاعتهم مع بعض في لعبة واحدة، وده بيعتبر ان اللعبة دي الاصدار السادس ليها. ولعبة بتقوم بمناسبة بينهم في الرياضة بين شخصيات سونيك وبين شخصيات ماريو. بتبقى في منافسة ما بينهم في إطار رياضي زي كرة القدم والملاكمة والسباحة وغيرها كتير من الألعاب. وغير كمان من ناحية إنهم أضافوا في الجزء ده برضو ألعاب جديدة دخلوها فيها، يعني حاجات جديدة زي الكاراتيه والتسلق الجبل وغيرها. تاريخ إصدار اللعبة هتكون 5 نوفمبر على السويتش. تاني لعبة معانا هي Just Dance 2020. لعبة رقص من شركة Ubisoft. في كل مرة في اللعبة دي بيدخلوا أغاني جديدة دايما. اللعبة هتكون متوفرة على البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والسويتش والستيديا وكمان الوي، أيوة على جهاز الوي القديم، عشان بيقولوا في أطفال لسه بتلعب بالجهاز ده لحد دلوقتي. فحركة حلوة منهم برضو إنهم لسه يعني مهتمين بجميع المنصات سواء القديمة أو الجديدة. اللعبة تنزل يوم 5 نوفمبر إن شاء الله. ثالث لعبة معنا هي Planet Zoo. لعبة استراتيجي لإدارة بناء جنينة حيوانات. اللعبة بتقدم لك تقريبا أكتر من 50 حيوان تقريبا، وطريقة تصرفهم طريقة تصرف الحيوانات يعني أشبه بالواقع، يعني زي كأن أنت قاعد بتتفرج على يعني جنينة حيوانات بجد. فطبعا أنت مهمتك أن أنت تتعامل مع الحيوانات دي وتصرفاتهم وداخل اللعبة، وطبعا اللعبة دي فيها قصة وحاجات تانية كتير، ممكن حاجات كتير تديرها في اللعبة مع الحيوانات زي مثلا تربيته. دي حاجة من ضمن الحاجات اللي انت هتقدر تعملها في اللعبة. اللعبة هتكون موجودة على الكمبيوتر على البي سي. تاريخ اصدارها يوم 5 نوفمبر. رابع لعبة معانا هي Red Dead Redemption 2. اللعبة الغنية عن التعريف طبعا، وهي في رأي الشخص ان هي من اقوى واروع الالعاب في التاريخ سواء قصة او طريقة لعب. اعتقد هتكون فرصة حلوة للبي سي جيمرز انهم يلعبوا اللعبة دي. قصة قوية ومليانة شخصيات قوية وليهم كاريزما خاصة بيهم، وطبعا في لعبة اونلاين في اللعبة دي، وفيها طبعا قصص ومهمات جانبية في داخل الاونلاين غير القصة السنجل بلاير. في الاونلاين في قصة برضه. تاريخ اصدارها هيكون 5 نوفمبر. خامس لعبة معانا من اهم العاب السنة من العبقري الياباني هيديو كوجيما، وهي لعبة Death Stranding. اللعبة دي مغامرات اكشن من استوديو كوجيما برودكشنز ونشر شركة سوني. سام بورتر بريدجز اللي بيقوم بدورها الممثل نورمان بريدس بطل مسلسل The Walking Dead. قصة البطل انه بيحاول يجمع البشرية بعد ما تفككوا من بعض حول العالم كله. اللعبة قصتها عميقة جدا وطريقة لعبها جديدة على اي لاعب، وفيها شخصيات مثيرة جدا ومهمات كتيرة، ومهمتك انك بتوصل طلبات. اللعبة انا شخصيا منتظرها جدا ومترقبها من فترة كبيرة، من اول ما شفت يعني اول فيديو ليها. تاريخ اصدارها ان شاء الله هتكون 8 نوفمبر حصرية على البلاي ستيشن 4. سادس لعبة معانا هي Need for Speed Heat. عشاق العربيات والسباق ومطاردات الشرطة، موعدكم مع لعبة Need for Speed Heat ان شاء الله. اللعبة من تطوير Ghost Games. اللعبة دي هتكون يعتبر من ناحية السلسلة هتكون الجزء الـ24
الجزء ده فيها قصة طبعا في مدينة اسمها بوم سيتي خيالية، بس هي زي مدينة ميامي. اللعبة فيها تنوع كبير في الخريطة والشوارع من حيث العالم اللي بتلعب فيه، غير كمان ممكن تصمم شخصية خاصة بيك وتستخدمها في اللعبة، وفي تصميم كبير جدا في العربيات، تقدر تعدل في العربيات بشكل كبير وملحوظ. صحيح على فكرة كمان في أبليكيشن على الموبايل تقدر تنزله وتصمم عربيتك وتستخدمها في اللعبة الأساسية لما تنزل إن شاء الله اللعبة دي. اسم الأبليكيشن NFC Heat Studio، دي بتقدر تصمم فيها زي ما قلت العربية بشكل كامل من ناحية كل حاجة، وبتنقل العربية دي للعبة الأصلية وتقدر تلعب بيها. تاريخ إصدار اللعبة إن شاء الله هتكون 8 نوفمبر على البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي. سابع لعبة معانا هي Star Wars Fallen Order. اللعبة مغامرات أكشن سينجل بلاير من تطوير ريسبون انترتينمنت ونشر EA. بطل اللعبة كايل كاسس بيحاول انه يبقى على قيد الحياة بعد ما اضطر انه يهرب وما يكملش تدريباته، وعلى مدار اللعبة بيكتشف قواه الخارقة. لعبة ممتعة جدا لو عشاق سلسلة ستار وورز، فدي هتبقى مناسبة ليهم جدا ان هم يجربوا اللعبة دي، غير كمان ان هم اللعبة هتكون ثيرد بيرسون مش فيرست بيرسون زي الاجزاء اللي فاتت. اللعبة هتكون فيها تنوع كبير من ناحية طريقة الجيم بلاي والسينماتيك كمان فيها. تاريخ اصدار اللعبة ان شاء الله هيكون 15 نوفمبر على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي. سابع لعبة معانا هي شينمو 3. بتعود اللعبة بعد غياب دام حوالي 18 سنة. لعبة عالم مفتوح، بطل اللعبة هو اللي في الأجزاء اللي فاتت، اسم البطل ريو هازوكي. اللي لعب اللعبة دي أكيد عارف إن البطل اللعبة بدأ رحلته في الانتقام بعد موت أبوه في الجزء الأول من عصابة صينية لسبب مش معروف. اللعبة بتعمل فيها حاجات كتير، زي مثلا تقدر تساعد الناس عشان هيساعدوك لوصولك لهدفك، وبتجمع معلومات مهمة عشان تكمل قصتك، وفيها تفاعل حقيقي زي النوم والشغل وطبعا مطاردات أعدائك. يعني من ناحية سيبك من موضوع مطاردة أعدائك دلوقتي، ان اللي هو الروتين اليومي، بتنام بتصحى تقوم والأكل والشرب والحاجات الروتيني اليومي اللي أي واحد بيقدر يعمله، غير كمان المطاردات طبعا الأعداء، عشان دي طبعا في القصة. قبل ما تلعبها اللعبة دي أو الجزء الجديد، أنصحك إن أنت ممكن تجرب الأجزاء اللي فاتت، سواء تلعبها أو تشوف من خلال ممكن الإنترنت على اليوتيوب أو أي حاجة، تقدر تجيب الملخص الكامل للجزئين وتعرف قصة البطل، عشان بعد كده تعرف تلعبها صح وتعرف تفاصيل القصة ماشية ازاي. تاريخ اللعبة ان شاء الله هتكون 19 نوفمبر على البلاي ستيشن 4. تامن لعبة معانا النهاردة Age of Empires Remaster، ايوه بتاعت زمان. اللعبة الاستراتيجي اللي تعتبر معشوقة لناس كتير جدا، بترجع اللعبة من جديد مع نسخة ريماستر بالاسلوب اللعب الاصلي وبوضوح 4K كمان، وهي تعتبر احتفال بمرور 20 سنة عليها، وفيها تحسينات كتير وتقدر تعمل زوم وتشوف تفاصيل في منتهى الروعة، واضافوا جيوش جديدة كمان تقدر تستخدمها، وتقدر طبعا تلعبها سنجل بلاير او اونلاين. اعتقد دي هتبقى فرصة حلوة، طبعا يعني حاجة هي نوستالجيا طبعا للجيمرز بتوع زمان، وبرضو هتبقى حاجة جديدة وحلوة للجيمرز الجداد او اللي حابين يجربوا نوع جديد من الانواع الاستراتيجي بالنسبة لهم. انصحهم ان هي دي هتبقى من الالعاب القوية او الالعاب الممتعة جدا جدا، انا شخصيا بحبها واتمنى ان انا اجربها من جديد. تاريخ اللعبة هيكون 14 نوفمبر على البي سي. تاسع لعبة معنا هي Black Sid Under the Skin. اللعبة ايام الخمسينات بس باشكال حيوانات. اللعبة غريبة شوية بس عجبتني الفكرة جدا الصراحة. القصة بتدور عن محقق اللي بيحقق في قضية قتل غمضة لمدير نادي ملاكمة. اللعبة فيها غموض وتشويق، بتجمع الأدلة كلها وتسأل أسئلة لكذا شخصية عشان تجمع معلوماتك. حاجة شرطية كده، يعني حاجة شغل شرطة يعني جميلة. أنا شايفها برضو إن هي فكرة جديدة جدا جدا وممكن أجربها برضو.
ما عنديش مشكلة معاها الصراحة، وانصحكم ممكن تجربوها تشوفوا الفيديو عنها او الجيم بلاي بتاعها وتقرروا هل تحبوا نوع جديد من الالعاب زي كده ولا لا. تاريخ الاصدار هيكون 5 نوفمبر على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي وكمان السويتش. عاشر لعبة معنا هي Civilization 6 الجزء السادس. اللعبة الاستراتيجية غنية عن التعريف طبعا، بتطوير المشهورة طبعا ان انت بتطور الحضارة في سبيل انك تبقى قوة عالمية او قوة عظمى، والتطوير ده من حيث الثقافة والجيش وان انت بتعمل جيش وتكنولوجيا، وعشان تعمل كل ده لازم تستكشف وتبني مدن جديدة وتنشر جيشك وتدور عن تقنيات جديدة، وطبعا بتشارك في التجارة كمان. اللعبة دي موجهة بقوة لعشاق الألعاب الاستراتيجي، هتعجبهم جدا. ودي طبعا زي ما انا قلت ان دي الجزء السادس، فاللي لعب الأجزاء اللي زي كده اكيد هيبقوا مستنين اللعبة دي فرغ الصبر اكيد يعني. وممكن تلعبها سنجل بلاير او اونلاين. اللعبة هتكون موجودة على البلاي ستيشن 4 وعلى الاكس بوكس 1. ودي كانت اهم الالعاب المنتظرة في شهر نوفمبر. اعتقد هتبقى فرصة حلوة ان احنا نجرب مجموعة من الالعاب الجديدة، في منها طبعا اجزاء عارفينها وجربناها قبل كده، وفي منها العاب جديدة نحب نجربها. انا شخصيا مستني لعبة Death Stranding عشان اجربها، لعبة في منتهى الروعة الصراحة من ناحية الجرافيك، غير ان كل الابطال كلهم اساسا اشخاص حقيقيين، فحابب ان انا اجربها. شكرا، السلام عليكم.